مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامجكم برنامج صحة وانا الصحة، اهلا بكم. اذا حديثنا لنا اليوم راح نتحدث عن الحلويات او السكريات في هذا الشهر الفضيل، واللي راح يرافقني لمناقشه هذا الموضوع الدكتور السيد مصطفى بن خلف. اهلا بك معنا، منورنا دائما. الله يسلمك، اهلا بك سمية، اسعد بلقائك وبلقاء كل متتبعي ونحن الاسعد الجزائريه في هذا الشهر الفضيل. نعم، إذا من الصعب مقاومة الحلويات في شهر رمضان الكريم، أو من الصعب تصور سهرة رمضان دون الاستمتاع بالحلويات الخاصة بهذا الشهر كالقلب اللوز، الزلابية وغيرها من الأصناف، ولكن علينا أن نحذر من تراكم السعرات الحرارية وارتفاع نسبة السكر في الجسم. دكتور، مشاهدينا نتابع مع بعض هذا التقرير ثم نعود. يحل شهر رمضان الفضيل حتى تتزين الموائد الجزائرية بحلويات تقليدية اعتاد المواطن الجزائري اقتناءها ليستمتع بمذاقها الرائع في هذا الشهر المبارك، خاصة مع تعدد أصناف الحلويات كزلابية، القلب اللوز، البقلاوة وغيرها من الأنواع. دوك على بالك كيما الإنسان يكون صايم كيما قدرنا صايمين على بالك نهار طويل، الكور ماشي دي مون السكريات، الناس كاين اللي يشري زلابيه، كاين اللي يشري قلب اللوز، كاين اللي يشري كل واحد ليسونسيال السكريات، الانسان على بالك دي مون دي الطاقه، الكور تاعو دي مون دي الطاقه، الطاقه هي الحلو. هي الشربات فيها الفوائد، فيه الماء والسكر مليح للجسد، خاطش علاه نشدوا في الصيام 10 سوايع ولا 12 ساعه، شغل هذه السكريات تخلينا نقاوموا هذا. غير أن الإكثار من هذه الحلويات أو تناولها مباشرة بعد الإفطار قد يتسبب في زيادة حجم المعدة أو قد يسبب تأخر في عملية الهضم، إضافة إلى الإصابة باضطرابات في معدلات السكر. السكريري يأكل نورمال عادي، اللي عنده الجهاز الآخر نتاعو الغدد يخدم عادي، البنكريان نتاعو تخدم عادي، والسكر نتاعو عادي، مالغري يأكل كيلو زلابية ما يطلعلوش سكر بصحته، هذاك يحرقها سيرتو اللي يخدم. لذلك ينصح الأطباء بالاعتدال في كمية الحلويات التي نقوم بتناولها، فلا إفراط ولا تفريط. أكيد يعني دكتور لا يمكن تصور مائدة شهر رمضان دون حلويات، أليس كذلك؟ بالفعل سمية، يعني ما نقدروش نتصور رمضان بدون زلابية، بدون قلب اللوز، القطايف، السامسايد، وعدة أصناف. نعم، عدة أصناف تزين المائدة، حتى هي يعني تقاليد، يعني وهي تقاليدنا يعني تواثناها أبا عن جد. نعم، يعني ولكن الحذر ثم الحذر، يعني دون الإفراط، يعني لأنه إحنا مش نحتاجه ما بين 1500 حتى 1800 سعرة حرارية في اليوم، يعني نصفها يكون في الفطور والنصف الآخر يوزع على السهرة وعلى السحور. ما تنسيش ونذكر السادة المشاهدين أن الزلابية الحلويات فيها سعرات حرارية كثيرة. أعطيكم مثال فقط، 100 غرام من الزلابية يعادل أكثر من 30 قطعة سكر، 100 غرام فقط يعني زوج مشطات هكذا أكثر من 30 قطعة سكر. والسكر احنا قلنا اذا زاد، يعني اذا زاد المعدل نتاعو، اذا خذينا سكريات كثيره فهي سوف ياخذها الجسم وسوف تخزن على شكل دهون في الجسم. نعم، كان يروح الى الكبد يخزن 100 غرام تقريبا تخزن في الكبد، كاين اخرى ما يعادلها في العضلات، لكن هذيك الزياده تاع السكر راح تروح الى دهون. وبالنسبه دكتور يعني بالنسبه للاشخاص العاديين، ما هي الكميه ربما التي لا او عدم يعني تجاوزها؟ يعني ماذا بينا احنا ما نجاوزوش، يكون نصف نتاع الاكل نتاعنا تاع الوجبه تاع 1500 سعره تكون نصفها سكريات يعني نشويات. من الاحسن تكون سكريات معقده، سكريات بطيئه الامتصاص اللي كنا نتكلموا عليها، مش سكريات سريعه الامتصاص. هذه يعني بالنسبه للاشخاص العاديين اللي ما يعانوش من امراض معينه، يعني بالنسبه للانسان العادي، يعني بالنسبه للانسان العادي ما وش يبقى من السعرات الحراريه نقسموها ما بين بروتين وما بين يعني فيتامينات ودهون وسوائل، هذه هي التقسيم العادي. لكن الحلويات السكر موجود في كل أطباقنا،
موجود في المشروبات الغازية، موجود في الخبز على عدة أشكال طبعا، وموجود في الحلويات على اختلاف أصنافها، وموجود في الفواكه. احنا ماذا بينا السكريات اللي ناخذوها في هذا الشهر الكريم تكون من الفواكه، ماذا بينا استبدال الحلويات بالفواكه، ناخذ الحلويات لكن دون إفراط. يعني هل نستطيع أن نؤكد أهمية السكريات دون الإفراط؟ دون الإفراط، يعني بالنسبة للناس العاديين اللي ما عندهمش أمراض مزمنة خاصة السكري، يقدروا يأخذوا قطعة إلى قطعتين، بصح ماشي يأخذوا كلية كل رطل تاع زلابية في السهرة، يعني هذا سوف يؤثر وسوف يزيد في الوزن. احنا الحكمة من رمضان أننا نقسم الوزن تاعنا، خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم سمنة، عندهم زيادة في الوزن. يعني هذه الفرصة محطة من السنة، محطة يعني ربانية، محطة باش نقسو من الدهون الزائدة في الجسم. وصوموا تصحوا. وصوموا تصحوا باش ندوا يعني الفائدة، كل فائدة من هذا الشهر الكريم. يعني تبقى الحلويات موجودة، لكن نحن نفضل الحلويات اللي يديرها الأم في البيت. الحلويات لأنها تتحكم في كمية الزيت، فقط ربما التقليل من كمية السكر، لأنها تنقص من كمية وحتى السكر، وحتى يمكن ربما استبداله بالسكر البني. السكر البني إذا كان متوفر في السوق فهو ناقص شوية في السوق، إذا كان إنسان إذا قدر يدبر السكر البني يدير السكر البني، لأن السكر الأصل الحقيقي هو البني، أما اللون الأبيض فهذه إضافات خلاته يولي عنده لون. انا نرجع لهذه ربة البيت، ماذا بيا الحلويات المصنوعه في البيت، لانه الام تتحكم في كميه الزيت، تتحكم في كميه الزبده، في كميه السمن، لانه دقيق سمن مكسرات تكون في البيت. اولا هي تتحكم في هذه في الكونتيتي، يعني في الموازين، وتقلل من نسبه السكر. وناخذ كما نقولوا في كل سهره نوع واحد من الحلويات، ما نديروش ربعه او خمس أنواع فيضطر الإنسان يعني باش يأكل منهم كل، لا، في كل سهرة نوع واحد باش نقلل من استهلاك الحلويات ونعوضوه بالفاكهة. نعم، كذلك حتى ربما التقليل من المشروبات الغازية والعصائر، ونقلل من المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، العصائر تعويضها يعني بعصائر طبيعية، عصائر طبيعية. نعم، بالفعل، لأنها الفائدة، كل فائدة في العصائر تاع الفواكه الطازجة الموسمية الموجودة في يعني بكثرة في هذا الشهر. نعم، فالاعتدال في تناول يعني السكريات ضروري، ضروري جدا لكل الأشخاص، لكل ولا يقتصر فقط على مرضى الداء السكري. لكل أشخاص خاصة الناس اللي عندهم زيادة في الوزن، الناس اللي عندهم سمنة، هذو يعني يأخذوا حيطة أكثر من غيرهم. صحيح، لأنه المذاق تاعها لذيذ، بالفعل لأن المذاق تاعها لذيذ وطيب وناعم في الفم، فنحن لازم نتحكم في أنفسنا. لكن يجب يعني تقسيم الكمية يعني يومياً، تقسيمها يعني تقسيمها يومياً على مدار شهر كامل. على مدار شهر كامل. وكاين ظاهرة أخرى حبيت نذكر إليها سمية، وهي وجود عند المخابز اللي يخدموا الحلويات اللي طارت. نعم، شفنا بلي إقبال كبير تاع الصائمين على اللي طارت. نقولهم يعني معليش تفضلوا، ولكن دون يعني الإفراط، دون الإفراط، لأنه فيها سعرات حرارية كثيرة كثيرة يعني كثيرة، وتقدر يعني تزيد لهم في الوزن، تقدر تدير لهم مضاعفات، تقدر تدير لهم حتى السكري نوع 2. نعم، لأنه السكر بزاف، لأنه سوف نجهد البنكرياس تاعنا، لأنه البنكرياس سوف يقاوم هذه الزيادة، سوف نقوم بإجهاده. لكن هذا الشهر الفضيل ماذا بينا يكون كاين اعتدال، يكون كاين اعتدال باش نخرجوا من هذا الشهر. ربما الكميات ما بين الحلويات، الفواكه، مصادر السكر كثيرة، مصادر السكر، مصادر نعم، السكر كثيرة، ما خلوهاش تقتصر غير على الحلويات. ماذا بينا نروحوا للأشياء الطبيعية، منها كما قلتي الفواكه، لما لا، الفواكه راهي موجودة بأسعار معقولة وبأشكال وألوان مختلفة، فيها كثير من الماء، لأنه الحلويات الإفراط في الحلويات سوف يعرضنا إلى العطش في النهار. نعود نرجع، لأنه الإنسان اللي يفرط في الحلويات وفي السكريات يجد روحه في اليوم في النهار يعطش أكثر من غيره، يعطش من أكثر من غيره، وسوف يرهقه الصيام، يعني ما يجيك من النهار يحس بتعب، يحس بتعب، بجفاف، سوف يجف بجفاف، لأنه يكثر التبول، الإنسان يأخذ السكر بزاف يكثر التبول عنده، فيفقد كثير من السوائل وعنده إحساس بالعطش. بينما الإنسان اللي يأخذ الفواكه، فواكه يعني يكون عنده نشاط حيوي، ولأن الفواكه فيها كثير من الماء وحتى تقيه من الجفاف،
يعني حتى فيها الكثير من الفيتامينات يعني اكثر ربما والفيتامينات بالفعل يعني والفيتامينات الاملاح المعدنيه ما نساوش المياه غير ذلك. يعني ننصح جميع المشاهدين يعني بتناول الحلويات ولكن دون الافراط باعتدال لانه رمضان بدون رمضان بدون الحلويات نعم. خاصه الزلابيه نتاعنا زلابية تاع بوفاريك نعم خاصة إشهار للناس بوفاريك قلب اللوز قلب يعني. اللوز يعني بكل أنواعه يعني عدم الاعتدال عدم الإفراط هو المفتاح لصحة جيدة نعم. إذا السيد الدكتور مصطفى بن يخلف شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا سمية وشكرا لكل أوفياء الجزائرية في هذا الشهر الفضيل نقول لهم صحة فطوركم ورمضان كريم. صحة فطورك دكتور. الله يسلمك. نعم إذا شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة نلتقي يوم غد في موضوع آخر ولا تنسوا كونوا دائما أوفياء لبرنامجكم برنامج الصحة ونصيحة. صحة فطوركم وإلى اللقاء.